آلة لدينا عندها الخصوصية ديالها. كنتكلموا عليها راه الموسيقى سنة 2021-2022 قامت هذه المؤسسة بمجموعة من الأنشطة الثقافية والتربوية، من بين هذه الأنشطة التي نقوم بها الآن وهي زيارة دار الآلة. دار الآلة التي تهتم بالتراث والتي تهتم بالطرب الأندلسي بصفة عامة، دار الآلة التي ترعاها جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب. نعلم جميعا بأن شباب اليوم أو تلامذة اليوم يستمعون لموسيقى تافهة، موسيقى أو كلمات ليس لها معنى نهائيا، فقط يتبعون الموسيقى ولا يفهمون الكلمات التي ربما هي كلمات ليس لها علاقة لا بالدين ولا بالإسلام ولا بالأصالة المغاربية. تعرف التلامذة اليوم على مجموعة من الآلات، تعرفوا أيضا على أن التراث أو أن الطرب الأندلسي تقريبا له ما يزيد عن 14 قرن، وهذا ليس بشيء عادي ولا بشيء طبيعي. اليوم جينا مع مدرسة ألكسندر باش نتعلموا شوية الأصول ديالنا والأغنية والطرب الأندلسي. علمونا اليوم أنواع الآنات اللي كانوا كيستعملوهم في الطرب الأندلسي، وبأن الطرب الأندلسي من أقدم الموسيقات عالميا، عنده 12 قرن، وتعلمنا شوية نغنيو الطرب الأندلسي، وكنتمنى تجيو لهنايا. أتينا إلى الجمعية الهولة للموسيقى للحضور لتغيير فكرة الشباب عن الموسيقى وتعلم مجموعة من الأشياء مثل مجموعة من الآلات الموسيقية التي حاولنا نتعرف عليها التي كانت قديما. اليوم تعلمنا بزاف ديال الأشياء كفاتنا وتعلمنا التراث والتاريخ ديال الموسيقى الأندلسية ومجموعة من الآلات المختلفة التي كانت قديما كالطر والبندير. دار الآلة كانت عامرة بمجموعة من الصور ديال الأساتذة والشخصيات المهمة في إطار الموسيقى.